ارحب بضيفي العزيز اللي هاجرنا بقاله فتره، وهقول مضيفنا الدائم برضه رغم غيابه الطويل بعد جولاته الكبيره في عدد من البلدان، فضيلة الدكتور أسامة الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر. أهلا أهلا وسهلا وحضرتك. الحمد لله بالسلامة. حضرتك وحشتنا. ليه الغيبة دي؟ حضرتك رحت كام بلد بقى؟ والمشاهدين الكرام وحشونا. وبعد كده هي كانت جولة يعني بنحاول إن احنا نأدي فيها برضه حق من حقوق الوطن وحق من حقوق البلد وحق من حقوق الأزهر الشريف. بدأت الجولة بجمهورية تتارستان في القوقاز من جمهورية روسيا الاتحادية. نزلنا في العاصمة قازان وكنا في ضيافة رئيس الدولة هناك، وكان مؤتمر حوالين إنشاء أكاديمية للعلوم الإسلامية في مدينة بلغار إحدى المدن العريقة هناك في البلد. وكان الرئيس بوتين في افتتاحه للمسجد الكبير في موسكو قال إنه دي خطوة بعدها إنشاء أكاديمية للعلوم الإسلامية في بلغار، فرئيس الدولة هناك مهتم بإنجاز خطوة في الموضوع ده، خصوصا انه بلد زي تتارستان اول بلد في العالم طبع فيها المصحف قبل 150 سنه مثلا. اول بلد طبع فيها المصحف؟ نعم. الطبع فيها من كتب العلوم الشرعيه والفقه والعلوم الاسلاميه فوق ال 30 الف عنوان. مين اشهر العلماء في تتارستان؟ امام كبير يعد هو راس الهيئه العلميه هناك، وحتى الجامعات الى الان تسمى باسمه، الامام شهاب الدين المرجاني. نعم. شهاب الدين هارون بن بهاء الدين المرجاني المتوفى سنة 1307 هجري، وكان حقيقة إمام كبير ومؤلفاته وعلومه يعني تملأ الدنيا. وإحنا هنا في الأزهر كنا بنسمع اسم هذا الإمام الكبير، وكانوا يقولوا لنا أساتذتنا في الأزهر إن المطبوعات القديمة المطبوعة في قازان أندر من المخطوط. ففعلا البلد ده كانت لغة الرسمية اللغة العربية إلى 100 سنة فاتت، فهنا جزء من تاريخنا وجزء من تراثنا. ما نعرفش المنطقة دي خالص، مجهول بالنسبة لنا تماما. وحضرتك رحت الشيشان كمان؟ من تتارستان رحت على الشيشان بدعوة من رئيس الدولة، وكان مجموعة دروس في أكبر مساجد الدولة، مسجد قلب الشيشان وأكبر مسجد في أوروبا الشرقية. شرحنا فيه كتاب في علوم الحديث صغير للمبتدئين في عدة مجالس معدودة، وكان هناك كمان إطلاق الترجمة الروسية من كتاب الحق المبين في الرد على من تلاعب بالدين، وعملوا ندوة فيها 800 شخصية من كبار شخصيات الدولة، وتم توزيع 800 نسخة عليهم مع محاضرة فيها ملخص للكتاب. ومن الشيشان إلى موسكو لحضور صلاة الجمعة في المسجد الكبير في موسكو، وكان في الرحلة معايا أخونا مصطفى عاطف، ونسقت مع القائمين على المسجد هناك أنه يرفع الأذان في الجمعة، فكان أول مصري يرفع الأذان. رفع الأذان في أكبر مسجد في موسكو. في أكبر مساجد موسكو. ووصيت مصطفى إن إحنا محتاجين النغم المصري الأصيل في رفع الأذان اللي يفكرنا بأذان الشيخ علي محمود. فتجلى. طبعًا وأبدع يعني. ما شاء الله. الأذان بالنغمة اللي كان يرفعها الشيخ محمد رفعت والشيخ سيد النقشبندي يعني. لا هنجيب احنا عايزين نغوص في الرحلة، عايز أغوص في هذه البلدان، شوف تركيبة الإسلام فيها. البلاد دي اتعاملت مع الإرهاب وفقدوا أكثر من نصف شعوبهم في هذه الحرب. وقدروا يتجاوزوا. وقدروا يتجاوزوا ويستقروا ويبنوا. طبعًا. فمحتاجين نقف في حلقة يبقى معنا الشيخ مصطفى كمان. بكل سرور.